على مشارف نهر أبي رقراق بالرباط، فرقة الطيران البهلوانية التابعة للقوة المسلحة الملكية قدمت استعراضات جوية متنوعة، حيث رسمت في سماء الرباط لوحات فنية متعددة بألوان العلم الوطني. هذه العروض شهدت متابعة مكثفة من طرف ساكنة مدينة الرباط وسلا، ولقيت استحسانا كبيرا من طرف الجمهور. الطيارات وداك الشيء زميل بزاف، وفرحوا الدراري وعيد الله يدوموا علينا جميع. بعد مناسبة ديال 16 ديال صاحب الشلال اللي تربع على صاحب الجلال على 10,000 من عامين، الشعب المغربي كلشي كيفرح بهذه المفخرة العظمى، وكنهنيو الشعب المغربي بهذه المناسبة والملك أسرة ديالو، وعاش الملك الله ينصر سيدنا. فرقة المسيرة الخضراء صنعت فرجة مثيرة، طائرات المجموعة أنجزت حركات صعبة ومثيرة تتمثل في التحليق على علو منخفض والطيران بشكل دائري، بالإضافة إلى التحليق الصعودي الجماعي ثم الافتراق على شكل نافورة. وبادرة طيبة أنفذ، كنا نحتفلوا في هذا العرس، كنا نشوفوا بحالة الاستعراض هذا، وكنا نشكروا سيدنا الله ينصره. كانت الحفل مزيون بمناسبة عيد العرش، وكان المعرض مزيون، وإن شاء الله نرجعوا له غدا. احنا فرحانين حيت حنايا كتعاود الذكرى كل سنة، وحنا كنجيوها باش نتفرجوا في الطيارات والألعاب اللي كيكونوا. الاستعراضات الجوية تأتي في سياق احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش. يشار إلى أن تأسيس فرقة المسيرة الخضراء يعود إلى سنة 1984، ودأبت منذ ذاك التاريخ على تقديم عروض جوية متنوعة خلال المناسبات الوطنية.